بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا شفيعة الشيعة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين الغر الميامين المنتجبين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحاب الأفق، رحاب الأفق أسلم للظلام، وأجفان الأنام إلى المنام. يا زهراء يا زهراء، وقر الناس إلا عين باك يفتش درة وسط الركام. يقول وقد تعفر في ثراها، أيا بدرا هوى قبل التمام. إلى المحراب يا زهراء قومي، إلى المحراب يا زهراء قومي، صلاة الليل آنت لا تنامي، وأنا يا عزيزة أن تقومي، وجسمك مثخن والجرح دامي، وهل سلمت بجسمك من ضلوع، وهل سلمت بجنبك من عظامي، وأنا للصريعة منه، وأنا يا
للكثيرة من قيامي. يا يما صرنا من عقبك يتامى، يا يما صرنا من عقبك يتامى، يا يما اللي يا عقبك ما انام، يا يما الدغر صوبنا بسهامه، اشوف قبال عيني طول تشيلوح، ما هو حال امير المؤمنين في مثل هذه الليالي. يقول رسول الله يا حزني سرمدي وليلي لا يهم إلى تمامي، ولولا الغالبون على زماني جعلت مزارها أبدا مقام. يا الباياب يا الباياب لبست الحزن طول الدهر، جلباياب ذهيل وما بقى لفكر، يا الباب يا الباب انشدك وين محسن سقايات، يا الباب يوم العصر وين انا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا محمداً وآل محمد أي منقلب ينقلبون. طيبوا أفواهكم وزينوا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. الثانية بأعلى منها وأجلى، اللهم صل على محمد وعلى محبة مولاتنا فاطمة الزهراء. الثالثة بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. النعم التي أغدقها الله تعالى سبحانه وتعالى علينا يجب علينا أن نؤدي شكرها، وهذا واضح، وأداء شكر النعم أن تستعمل في الغرض الذي أعطانا الله تعالى تلك النعم لأجلها. الله اعطاني العين حتى شو أسوي بها، اعطاني الأذن حتى أصنع ماذا، اعطاني اليدين والرجلين والمال والأهل والأولاد حتى شو أسوي. ذاك السبب هو الغرض الذي خلقه الله، الذي أراده الله من خلق هذه النعم لنا. وإذا الإنسان قصر فيها يستحق سلب النعمة. الله يعطيك أمانة يقول تصرف بها كيت وكيت، إذا أنا أسأت التصرف استحققت سلب النعمة، استحققت أن يأخذ الله تعالى مني هذه النعم. أعظم النعم للإنسان هو نعمة العقل. الإنسان بالعقل يصير إنسان، وإلا شيل هاي العنصر شنو فرقة عن الحيوانات. هاي النعمة هم لازم تستعمل في الغرض الذي أعطاه الله تعالى لنا، لازم نستخدم ونستعمل عقولنا. شلون؟ شنو البشر ما يستخدمون عقولهم؟ جايين يتقدمون بالطب بالصناعة ب ب ب ب صدق أو لا تصدق أكثرهم
لا يعقلون. كلام الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس لا يحسنون استخدام العقل، ما يعرف يستخدم العقل. زين، إذا ما استخدم العقل قلنا هذا يصير مرتبة شنو؟ بل هم أضل، لأنه عند العقل ما استفاد من عنده. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن الله ركب في ابن آدم عقلا وشهوة، فإن غلب عقله على شهوته كان خيرا من الملائكة، وإن غلبت شهوته على عقله كان شرا من الأنعام. لأنه الأنعام عندها شهوة بس ما عندها عقل، لهذا لا تحاسب إذا سوت فشي قبيح، ما حد ما يجي عاتبها ويعاركها ويعاقبها، ما عندها عقل. الإنسان عنده لكن لا يستخدمه، لذلك يكون شرا من الحيوانات. زين، شلون نستخدم العقل؟ هذا السؤال حقيقة. شلون نحسن الاستفادة من هذه النعمة الإلهية؟ أكو حسب الاصطلاح كتاب تكويني وأكو كتاب تشريعي. الكتاب التكويني هاي النجوم والسماء والعالم والشمس والقمر. الكتاب التشريعي هو القرآن. الإنسان يحتاج طبعا على ضوء القرآن، أيضا حديث النبي، أحاديث الأوصياء، هاي كلها في طول واحد. الإنسان يحتاج هاي الكتابين يخليهم إلى جنب بعض ثم يفكر. إحنا ما نقدر ما نفكر. واحدة من الأشياء اللي مرتاضي الهند يحاولون يسووه أنه يوصل إلى مرحلة يوقف مو فقط أعضاء عن الحركة، بل حتى مخه وذهنه وفكره يوقف عن الحركة. هذا صعب، كلش صعب. عموما الإنسان ما يقدر ما يفكر، لكن السؤال في ماذا يفكر وكيف يفكر بما يكون مصداق للحديث الشريف: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. شوفوا الأعمال الكثيرة، الأعمال المستحبة والعبادات كثيرة جدا، بل أقوله مغلقا يحتاج إلى توضيح في محله. الإنسان كل عمل مباح يقدر يسويه عمل عبادة. كل عمل مباح، نومك، أكلك، شربك، تقدر تسويه عبادة لله سبحانه وتعالى. لكن شنو أفضل الأعمال؟ شنو أفضل العبادات؟ أفضل أعمال التفكر. أفضل الأعمال التفكر. ليش؟ لأنه بالتفكر أنت تقدر تحسن تصلي، بالتفكر تقدر تعبد ربك، بالتفكر تقدر تتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. كانت أكثر عبادة أبي ذر شنو؟ التفكر. يجي رجل للإمام: يا ابن رسول الله، هذا الحديث الذي يروى أنه تفكر ساعة خير من عبادة ليلة، شنو معناته؟ واحد شنو يقعد يفكر؟ يصير مثل ذول الفلاسفة المشائيين، لو مثل بلي البشر اللي يفكر بكل ما هب ودب. قال، وهذا مصداق واحد، قال: أن يمر على الخربة يقول: أين بانوكي؟ أين ساكنوكي؟ لماذا لا تتكلمين؟ شوف، هذا كتاب التكوين. تفكر في أحوال الماضين، تفكر في الأموات، تفكر في القيامة، تفكر في الحساب والكتاب. مشكلة الإنسان لما لا يستطيع أن لا يفكر، وإذا ما يفكر التفكير الصحيح راح ينحدر نحو التفكير اللا طائلات في الدنيا. يفكر في الشهوات، يفكر في هاي اللهو واللعب ودار الغرور، يفكر في هاي الأمور. يقول: ما أقدر أحك راسي. زين، بشنو جاي تفكر؟ الإمام يقول: إن ذهنك لا يسع لكل شيء فاجعله للأهم. إخواني، اليوم خصوصا مع أسباب التواصل ومع هاي الأجهزة، الإنسان حقيقة ما يقدر أو صعب عليه، يحتاج جهاد حتى يحصل فرصة يقعد شوية يفكر في نفسه، يفكر في حاله. احنا شنو جاي نسوي؟ احنا مشغولين بماذا؟ انا جاي اركض ليل ونهار حتى شي يصير، حتى اجمع اموال، ثم ماذا؟
ثم ماذا؟ إيش وقت أريد أشتغل لآخرتي؟ إيش وقت أريد أقدم لحياتي؟ يا ليتني قدمت لحياتي. إيش وقت عمري هذا اللي باقي؟ والله اللي يعلم إيش قد باقي. مثل ما ذاك اللي مضى، المضى ما قدمت شيء، نفس الشيء أريد يستمر. يعني إذا أنا ما أقول إناف إز إناف حسب تعبيرهم، وإذا أنا ما أخذ هاي اليو تيرن، ترى هذا راح يستمر يستمر إلى آخر لحظة. ذاك الوقت أستيقظ، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. لازم تحصل فرصة تخليها السبين شغلك الصبح قبل النوم، تحصل فرصة تفكر، تحصل فرصة تفكر. أنا شايف علماء، وما تقول ما عندهم شغل عمل، لا، العلماء هواي أكثر مشغولين مني ومنك، لكن عندهم فرصة يخلون مدة هسه نصف ساعة ساعة باليوم يقعد يفكر ويا نفسه. زين، قلت لك شلون نحسن التفكير واستخدام العقل؟ لازم نرجع للقرآن. هذا القرآن القلب اللي ميت، ما أقول لك القريب، القلب المريض، لا، القلب اللي مات مات بعد، ما حد ما يقدر يقعده. هذا القلب الميت القرآن يقدر يحييه، يقدر يحييه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كانت قلوبهم ميتة في الجاهلية، لكن رسول الله كان يتلو عليهم القرآن وكانت آذانهم صاغية، يريد يفهم شنو قاعد يقول الله. المشكلة لمن يصير الإعراض، تكلمت لك عن الإعراض، هذا يطب بهالإذان يطلع من ذاك الإذان، لا، تقعد تشوف الله شنو قاعد يقول. إذا قلبك ميت يحييه، والله هاي القلب الميت هاي القدرة الله جعلها في القرآن، هي كلام الله سبحانه وتعالى يحييه. القلب المظلم متروس متروس ذنوب ومتروس ظلمات ومتروس شهوات ومتروس شبهات ومتروس أوهام، إذا واحد جالس القرآن ما جالسه أحد إلا وخرج بزيادة أو نقصان، بزيادة في هدى أو نقصان من عمى. هسه تشوف الوساوس، أحيانا الشيطان يقول لك القرآن إحنا شفهمنا، شنو شفهمنا؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ اقرأ شوف الله شنو قاعد يقول، اعتبر بالمثلات، اعتبر بما جرى على الأمم السالفة والغابرة. وما قومه، مو الله تعالى يقول لعله في قصة شعيب، وما قوم لوط منكم ببعيد. هاي الذنوب اللي قاعد ترتكب في الأمم السابقة الله أنزل عليهم العذاب في أقل من هاي الذنوب اللي الآن قاعد نشوفها. قوم شعيب كانوا نعم يطففون المكيال والميزان، شوي يبوقون بالميزان، الله نزل عليهم عذاب عاقبهم. زين، هاي الآيات احنا نقراها لو ما نقراها؟ إذا نقراها نتفكر بها، نعتبر لو لا لعد ليش جايين. قال نعم حذوا تحذن، حذوا مضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، بني إسرائيل حذوا النعل بالنعل وحذوا القذة بالقذة، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. البارحة جبت لك مثال أنهم قالوا لا نصبر على طعام واحد، أعرضوا عن النبي وعن طعام السماء وعن علم السماء وكانوا يريدون طعام الأرض. بلي، فيحتاج إخواني نجي حقيقة نحصل فد بضع دقائق من أيامنا وليالينا في التفكر، لكن التفكر الممنهج، التفكر ما أقول لك مديتيشن تقعد وتحاول، لا، حسب ما الله يريد. تعال افتح هاي المائدة، مائدة القرآن، فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإمام يقول طعامه علمه عمن يأخذه. تعال هاي المائدة، مائدة الله، مائدة القرآن، افتحها وابدأ فكر بها. يقولون فد واحد، هذا ما أدري منه كان، شنو كان عنده ثلاث ختمات، دائما عنده ثلاث ختمات للقرآن، لعلي ذكرت هذا في مجلس سابق. ختمة كل شهر يختمها، يعني كل يوم جزء. الختمة الثانية كل سنة يختمها، شوية يتأنى يفكر ما يستعجل، نعم، ورتله ترتيلة، شوية شوية فكر. الختمة الثالثة يقول صاير لي 30 سنة أنا قاعد أختمها وما خلصتها. موت، مو ماكو ضرورة تخلص القرآن أنت. ولا يكن أهم أحدكم آخر السورة، افتح القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم، وين وقع بصرك؟ ابدأ اقرأ بس فكر، فكر، هاي عقلك شغلة. البارحة ذكرت لكم الله خلى هاي التغاير بين الزوج والزوجة ونمط التفكير حتى الإنسان يضطر يستخدم عقله في التعامل مع الزوجة، الزوجة تضطر تستخدم عقلها، الله يريدك تستخدم عقلك، لأنه إذا هذا العقل عطلته تصير البعيد يصير حيوان. الله ما يريدك تصير حيوان، يريدك تصير إنسان أنت بعقلك، لعله أكو حديث الإنسان بعقله، فالله يريدك تستخدم عقلك. كل هاي الآيات، نعم، في السماء في الأرض، أفلا يبصرون أفلا ينظرون أفلا، نعم، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. ليليا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطلع نص الليل ينظر في نجوم السماء، بس الحمد لله هنا نجومكم خوش تبين. رسول الله ليليا كان يطلع يشوف السماء يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك، لازم نفكر. احنا عادة إذا مثلا نروح إلى بارك ما شابه، الإنسان يركز على الصغريات، شوف هاي الشي شلون، شوف ذاك الشي شلون. أحيانا يحتاج يكون عنده نظرة على قولتهم بانوراما فيو، يشوف المجموع، يشوف هاي النعمة الإلهية، يشوف خلقة الحيوانات الكذا. هاي ليش؟ أفضل الأعمال التفكر، خير من قيام ليلة، بل أفضل من عبادة سنة. أبو ذر واحد من أربعة الأشخاص الأربعة اللي الجنة كانت تشتاق إليهم، أربعة أشخاص الجنة تشتاق لهم، سلمان، أبو ذر، مقداد، وأفضلهم وخيرهم وإمامهم علي بن أبي طالب، صلوا عليه بعلى أصواتكم. إذن إحنا لازم نشغل فكرنا إخواني، لازم نفكر، نقعد نفكر. أولا نفكر في كتاب الله، ثانيا نفكر في كلام أهل البيت عليهم السلام، نتأنى، نحاول نتفهم. ترى الحديث مو بس للفقهاء، منو قال لك الحديث للفقهاء؟ طبعا هنالك أحاديث لا يفهمها إلا، نعم، مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، كما أن هنالك آيات لا يفهمها إلا، نعم، الراسخون في العلم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين أقسام القرآن، يقول أكو قسم يفهمه الخاص والعام، وهنالك قسم لا يفهمه إلا من لطف حسه، يحتاج يكون دقيق، يحتاج يكون فهيم، هذا هم قسم. وهنالك قسم لا يفهمه إلا أهل البيت ومن نزل في بيتهم القرآن. الحديث أيضا هنالك أحاديث موجودة لكلنا، وإن من حديثنا حديثهم صعب مستصعب لا يفهمه إلا من الأحاديث الموجودة. امتحن الله قلبه للإيمان، ملك مقرب، نبي مرسل إلى آخره. الشاهد، هاي الأحاديث لازم نقراها إخواني. نهج البلاغة والله عيب، إحنا اللي نفتخر بأمير المؤمنين، وإحنا اللي نقول هو مو حكيم الشرق، هو حكيم الأولين والآخرين، مرة واحدة ما ختمنا نهج البلاغة، والله فشلة. أنا أتكلم عن نفسي، الصحيفة السجادية، هذا مفاتيح الجنان، خلينا نفتحها نشوف شنو أكو فيه من معارف. مو بالضرورة تكون في صحراء عرفات حتى تفتهم الإمام الحسين شنو قاعد يدعو. افتح كتاب مفاتيح الجنان، خلي لنفسك بضع دقائق يوميا تشوف أهل البيت شنو قالوا وتتفكر على أثر ذلك. زين، أيضا من الأمور لازم نفكر بها إخواني شؤون أهل البيت. هنا لازم نخلي وقت حتى نتعرف على أهل البيت عليهم السلام. منو أهل البيت؟ السماء الماطرة، الغيث، الإمام الرضا في حديث يبين مقام الإمام، الوالد الشفيق، الأب الرفيق، الأم الحنونة على ولدها، وإلى آخر. لازم نفكر في مقاماتهم حتى إحنا نقدر نتقرب إلى الله، ونقدر نبتعد من الدنيا، وشوية نخلع هاي الظلمات من قلوبنا. لازم نتقرب لأهل البيت، بنا عرف الله. أنت بطبيعة الحال لما تتقرب للنور تبتعد من شنو؟ من الظلمات. لكن لما تبتعد من النور
بطبيعة الحال تتقرب للظلمات. أنا لمن فكري كله شغلي الشاغل هذا الممثل وذاك لاعب الكرة وذاك ما أدري كذا، طبعا أنا بعد ما أقدر أفكر في أهل البيت. يعني إما هو ظلمة أو هو نور، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أن يحب بهذا ويبغض بذاك. فإحنا لازم نحاول نملي فكرنا ونملي قلبنا ونشغل أنفسنا بالحق، نشغل أنفسنا بأصحاب الحق، نشغل أنفسنا بأئمة الحق. إذا ما شغلنا نفسنا طبعا راح يجون يشغلونا بالباطل. وجاي نشوف يعني الآن مشكلتنا ويا الشباب شنو. أقول أولادي ما أدري طبعا لأنه زرعوا في قلوبهم الأبطال اللي هو باطل، اللي هم باطل بعد ما تقدر تملأه بغيره. لازم تطرد من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تطلع الظلمة تدخل النور. 200 سنة، فسنجي لصاحبة هذا المجلس روحي فداها، حوالي 200 سنة بعد شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مو يوم يومين، الإمام الرضا روحي فداه رايح مع ولده للحج للعمرة، الإمام الجواد سلام الله عليه، رايحين في المسجد الحرام من الأماكن اللي يشتد فيها استحباب الجلوس من موضع المسجد الحرام، هو حجر إسماعيل الذي دفن فيه 70 نبي ومن ضمنهم إسماعيل وأمه هاجر، الله يرزقنا جميعا، أو على قولة بعضكم الله يطعمنا جميعا. الإمام الرضا ذهب في المسجد الحرام وجلس في حجر إسماعيل. حجر إسماعيل مكان عبادة، مكان ذكر الله، صح لو لا؟ مو مكان تروح هناك تحكي وتسولف مثل ما أحيانا نشوف. الإمام رضا جالس وبين يديه الإمام الجواد عليه السلام، عمره تقريبا 4 سنوات 5 سنوات هالحوالي. الإمام الجواد ما قعد يصلي ويركع ويسجد ويدعو، جالس تيفكر، قاعد يفكر. فالتفت إليه مولانا الإمام الرضا قال ولدي، مضمون الحديث، قال مما طال فكرك؟ شنو جاي تفكر أشوفك مدة قاعدين في المسجد الحرام في حجر إسماعيل، بشنو جاي تفكر؟ إخواني هاي درس إلنا، إحنا بشنو جاي نفكر؟ كافي نفكر بالدنيا وبالشغل وبالعمل. هاليوم عندي هاي المكانة بالشغل، إذا خوش أشتغل وأتعب وكذا راح يصعدوني، وورا 30-40 سنة حصلت لذيك المكانة العالية، إيش كذا أفكر؟ رحمة الله عليه يستاهل حقيقة المرحوم الحج فائق الكاظمي، هذا شخص عبرة إلنا. تدري يوم القيامة ناس يجيبوهم يخلوهم قدامنا يصيرون حجة علينا، يقولون ما كنت تشوف هذا، ما كنت تلتفت هو شلون جاي يتصرف وشلون جاي يعمل. واحد من رجال الدين عنده كلمة لطيفة، يقول في كل دائرة من الدوائر في الحياة الله خال حجة. يعني أنت لو تشتغل هم طيار مثلا بالطيارة تخدم، أكو واحد من ذول اللي يشتغلون هسه يمكن مو بنفس الطيارة لكن تعرفه، هذا يكون خوش آدمي حتى يوم القيامة يكون حجة على هاي الفئة هاي الصنف من الناس. واحد مثلا نجار، حتما أكو واحد من النجارين هذا مؤمن متقي حتى يوم القيامة يكون حجة على النجارين. الخبازين كذلك، أي شيء أكو واحد من بيناتهم الله يوم القيامة يقول هذا كان مثلكم، هذا كان وياكم، ليش قدم الآخرته وليش اتقى الله وليش كان عنده ورع وانت ما كان عندك؟ هاي حجة. الآن هذا المرحوم حقيقة يوم القيامة الله يحتج به علي، يقول قدم لآخرته، وهاي الحسينية هو كان من المؤسسين لها حقيقة، اجا أسس وقدم لآخرته، والآن إن شاء الله عند مليك مقتدر في مقعد الصيت قدم لآخرته. زين ليش أنا ما أقدم لآخرتي؟ شنو ينقصني؟ تقول ما عندك، أنت شيل الراية وشوف الله شلون يرزقك.
وأحيانا ما تحتاج إلا شفتين ولسان، والله تحتاج يحتاج تتكلم مع أهل الخير. روحوا ابنه، البارحة كنت أتكلم مع بعض الأخوة، أقول هنا في هاي البلاد هسه لا بأس، الشيء بالشيء يذكر، مفيد حقيقة. في هاي البلاد كل ما يصير land release حسب تعبيرهم، يختارون مناطق، يختارون نسبة من المئة يكون مدارس، يكون معاهد دينية، يكون كذا كذا، والآخرين هم جايين يروحون هسه المسيحيين أو غيرهم، وجايين يسبقونه ويبنون. أنت تجي تختار وتجي تتكلم مع أهل الخير، وقدم لآخرتك من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. والله جاي امتحنا، ترى الله غني عنا، إن تنصر الله، الله خال عباد ينصرونه. قال إن لله عمالا، سامعين هذا الحديث؟ شايف إذا أنت عندك شركة ناس تحت إيدك لازم يخدموك، أي شيء تقول يخدموك. اللهم عنده ناس على هاي الأرض يسوون شغل اللي يريده، يعني شنو؟ يعني يبنون مساجد، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، شغل الله يسووه. إن لله عمالا، هسه هذا الحديث خلق، نعم، من استطاع منكم أن يكون منهم فليكن. تقدر تصير من عمال الله لو تريد تصير من عمال هاي الشركة وذيك الشركة، صير من عمال هاي الشركة وذيك الشركة، لكن أيضا هم صير من عمال الله، هم اشتغل الله. هم أحيانا إذا شفت فد قبيح قول، إذا شفت فد واحد جاي يقصر قول، لئن ترد ضالا عن فنائي أو آبقا من بابي. يعني تشوف فد واحد شاب هو مؤمن لكن شوية الدنيا غرته، قشمرت عليه، آبقا من بابي، جيب أرجعه قل له تعال هالليلة أكو مجلس احجي وياه شكو بيها. أو ضالا عن فنائي، أكو واحد ما يدري أصلا، ما عنده خبر، احجي وياه قل له تعال، مثل ما هم يدعوك تروح لبعض برامجهم، وكل ما أكو مناسبة يدخلون بيها، احنا نخلي ندخل الآخرين، شنو إشكاله؟ من استطاع منكم أن يكون منهم فليكن. هسه أغلق هاي القوس وطولت عليكم. قال ولدي طال فكرك، بشنو جاي تفكر يا محمد الجواد سلام الله عليه؟ تدرون الإمام شنو قال؟ خلي الزهراء ما تخلص في هاي الليلة، خلي ناخذ الزهراء في حياتنا، خلي ناخذها ويانا، احنا ننتفعها، الزهراء ما تحتاج لنا، احنا قلوبنا تحتاج الى فاطمة الزهراء. قال مما طال فكرك؟ قال طال فكري، تسمع جيد، طال فكري بما صنعوا بأمي فاطمة. لازم نفكر، لازم يشغل فكرنا. احنا نعتقد ان الزهراء خلق الله كل شيء لها ولرسول الله ولأهل البيت، مو هاي عقيدتنا؟ ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا مضية ولا قمرا منيرة إلا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة. يعني شنو فاطمة الزهراء تقتل؟ يعني شنو فاطمة الزهراء تضرب؟ هاي مصيبة ما أقول لك بحجم السماوات والأرض، بل أعظم من السماوات وأعظم من الأرض. نعم، لهذا جدير بنا أن نتفكر، جدير بنا أن نشغل أفكارنا. شو عليك من ذول الشياطين، شياطين الإنس اللي يقول لك تلك أمة لها ما كسبت، وخلي عمر دنياك واشتغل بالأهم. بالأهم؟ تدري أنت حياتك الآن قائمة بفاطمة. أنا كان عندي كلام أريد أتكلم بس لعله الوقت هسه ما يسعفني. الزهراء كرمها بحجم السماوات والأرض، قال يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، لولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. إذا احنا كل دهرنا نحكي عن الزهراء، الدهر يخلص فضائلها ومقاماتها وشؤونها والحديث عنها لا يكمل. هم كلمات الله تعالى، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللي عندك من الزهراء عندك، اللي عندك من الزهراء عندك.
بعد إيش قد تعرف هاي الحقيقة، إيش قد تستوعب هاي الحقيقة، ما أدري. أنت هاي الفضاء اللي تتنفس بالزهراء سلام الله عليها، هسه يسمونه غلات، خلي يسمونه اللي يريدون. بلي ببركة رسول الله بيمنه رزق الورى، وما نقموا إلا أن أغناهم الله شنو ورسوله من فضله، ورسوله من فضله. بلي هسه يجي يقول لك شرك وغلو وبدعة أن تقول أنه رسول الله يرزق. الله بالقرآن يقول أنت ترزق، أنت ترزق، أرزقوهم من، أرزقوهم من. يقول شرك تقول عباد، أنت عبد حسين، عبد الزهرة، عبد. بالقرآن يقول وإمائكم وعبادكم، وإمائكم عبادكم، طبعا معنى عبيد، عبد. المهم هنا أنا لازم نجي نفكر نشوف الزهراء منو كانت، مقامها، شأنها عند الله، ثم يعني شنو مصيبتها. يعني صدق بس أنه امرأة تقتل ويسقط جنينها، هذا هذا منو اللي يعرف؟ علي بن أبي طالب يعرف سلام الله عليه. تدري الزهراء كانت تدري أن علي بن أبي طالب هو الوحيد اللي يعرفها، لأنه هي كفو إله، هو كفو إلها، ولهذا أخفت، لأنه تدري إذا افتهم علي بن أبي طالب المصائب، هاي المصيبة راح تكون أثقل عليه من السماوات ومن الأرض ومن الجبال ومن البحر. ما قالت لعلي بن أبي طالب، ما قالت له. نعم لهذا ليلة دفنها، فكم من غليل بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. ماكو قلب، ماكو قلب يتحمل هالمصيبة، ماكو قلب. نعم ألف سنة بعد شهادة الزهراء أتراني اتخذت في تلك الرؤيا، اللي لعله سيد بحر العلوم، لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. إذن نروح المصيبة، لكن أذكركم ونفسي إخواني، الزهراء لازم نشتغل على حياته، أخلاقه، كرم فاطمة، شجاعة فاطمة. ترى بس بذولا ننجوها، والله بس بذولا ننجو. عندك مشكلة أخلاقية فكرية، روح أتعلمها من أهل البيت عليهم السلام. إيه الزهراء تأخذ من كسر ضلعها، أخذته بتلابيبه. فاطمة الزهراء تصور الموقف، أخذته بتلابيبه ثم قالت له كلام عنيف شديد، لولا عهد معهود من رسول الله، نعم لدعوت الله عليكم ولوجدتموه سريع الإجابة. كرم فاطمة، هذا الكرم الذي حتى لا يوزن بالبحار ولا بالسحاب. حلم فاطمة، صبر فاطمة، رضا فاطمة بالقضاء والقدر، حسن ظن فاطمة بالله سبحانه وتعالى، توكل فاطمة على الله. لازم نشتغل إذا نريد نوصل إلى الزهراء، إذا نريد الزهراء تأخذ بيدنا، لازم نخلي الزهراء في قلوبنا، نخليها في حياتنا. هنا أختم كلامي. لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد، ما أدري الحسن والحسين لعله في تلك اللحظة أيضا ما كانوا موجودين في الدار، مولاتنا فاطمة التفت إلى أسماء بنت عميس. الليلة ليلة شهادة، خلونا احنا من واسي صاحب الزمان، نقول يا مولاي يا صاحب الزمان، احنا ما ندري انت وين جالس تبكي على امك فاطمة، لكن احنا هم نريد نواسيكم يا مولاي في مصابكم. فان الامام الصادق عليه السلام قال رحم الله شيعتنا فقد واسونا بكثرة البكاء. طبعا في هذا الحديث الامام يقول فقد واسونا بكثرة البكاء على جدي الحسين عليه السلام.
قالت يا أسماء إني داخل هذه الحجرة أعبد ربي وأناجي. راح تسمعين صوتي لكن ما أريدش تدخلين، لكن أوصيك قبل ذلك هاي الفراش تعالي خليه في وسط الحجرة، اطلعي اغلقي الباب. راح تسمعين صوتي لكن إذا سمعتي إذا رأيتي صوتي قد خمد وهدى فناديني، فإن لم تسمعي مني جوابا فاعلمي أني لاحقة بأبي محمد. أسماء تقول أنا سمعت الزهراء تقرأ القرآن وبعدين بدأت تدعو، لكن شنو قامت تدعو؟ تقول إلهي بأبي محمد وشوقه إلي وببعلي علي وحزنه علي وبولدي الحسن وببكائه علي، يا كربلائيين، وبولدي الحسين وبكآبته علي وببناتي الفاطميات وتحسرهن علي، اغفر لشيعة أبي وبعلي. يا الله بجاه فاطمة اغفر ذنوبنا. أسماء تقول كانت تدعو وبينما هي تدعو إذا خمد صوتها وسكن أنينها. تقول اجيت وراء الباب ناديتها يا فاطمة لم أسمع جوابا، يا بنت رسول الله لم أسمع جوابا، يا أم الحسن والحسين لم أسمع جوابا. تقول دخلت على فاطمة إذا بها قد فارقت الحياة، رحم الله من نادى وفاطمة وشهيدتا وزغرا. تقول جيتها ناديتها حركتها لم تتحرك، افتهمت أنها فارقت الحياة، قلت سيدتي إذا ذهبتي إلى أبيك رسول الله فأبلغيه عني السلام. تقول أنا مشغولة بالبكاء بالنحيب إذا بصوت الحسن والحسين قد دخلا الدار. تقول قمت استعجلت طلعت لهم حتى لا يدخلون على أمهم، ينعم يتفاجئون بهذه المصيبة العظيمة. لما رأياني قالا يا أسماء أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما إنها قد نامت رقدت. نعم قالا والله ما هذا وقت نومها، هذا وقت عبادتها. قالت أردت أن أطعمهما الطعام. قالا ومن أين علمت أننا نأكل من دون أمنا فاطمة؟ يقول كأن القلب قد هداهما إلى ذلك، أسرعا إلى الحجرة يا مؤمنين، فرأوا أمهم مسجات على الأرض قد فارقت الحياة. أسماء تقول شفت منظر عجيب، وقع الحسن على رأس أمه عند رأس أمه وهو يقول أمه كلميني قبل أن ينصدع قلبي. لكن قالت شفت موقف عجيب من الحسين عليه السلام، تقول رأيته وقع عند قدمي الزهراء ولعله يقبل القدمين وهو يقول أمّا يا أنا حبيبك الحسين كلميني.
نعم تقول جئت إليهما قوما سيدي أخبر أباكما بفوت أمكما. الحسن والحسين خرجا من الدار دخلوا المسجد وهما يصيحان ويبكيان ويناديان يا رسول الله وعليا ومحمدا وفاطمة. الصحابة فد مرة شافوهم شافوا دي يجزعون الحسن والحسين قالوا ها تذكرتما مصيبة جدكما رسول الله بلي رسول الله توفي. قالا وليس قد ماتت أمنا فاطمة. أمير المؤمنين كان جاي يعبد الله نعم يصلي يعبد لما سمع هذا النبأ تدرون ماذا حصل لأمير المؤمنين؟ خر على وجهه على الأرض غشي على مولانا أمير المؤمنين. كم من غليل بصدرها. نعم غشي على الإمام أمير المؤمنين. شوف شلون مصيبة عظيمة على قلب الإمام. نعم جاءوا بالماء رشوا على وجه مولانا أمير المؤمنين الماء فتح عين أمير المؤمنين لكن الزهراء راحت من إيده. قال نفسي على زفراتها محبوسة. يعني هاي الروح شو وقت تطلع؟ أنا علي بن أبي طالب أرتاح من هاي المصيبة. نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. نعم يحسن بنا أن نبكي عليك يا أمير المؤمنين روحي فداك يا أمير المؤمنين. نعم ثم هرول إلى بيته لكن يقولون الإمام كل قدم يشيله يقعد على الأرض. ما أدري قدماه لا تحملانه لو ما يقدر يشوف الزهراء قد فارقت الحياة. كل قدم يشيله يجلس على الأرض يقوم يقعد يقوم يقعد. نعم بعضهم يقول أمير المؤمنين أنت تدري بيت أمير المؤمنين ملتصق بالمسجد لكن 50 مرة أمير المؤمنين جلس وقام حتى وصل إلى تلك الحجرة. أيوا ويلاه وصل إلى الزهراء راها قد فارقت الحياة خلصت. أريد أوديك إلى كربلاء. نعم ابكي لليتامى ولا تنس قتيل العدا. هاي وصية الزهراء عليها السلام. لا تنس قتيل العدا بطف العراق. أقول يا أمير المؤمنين مصيبة عظيمة والله لكن هذا هكذا أخبروك هكذا نظرت إلى فاطمة. نعم وهي موسدة على الأرض ناحية القبلة. أما ابنتك زينب الحسين قال لها ارجعي إلى الخيام ما ريدش تشوفين الشمر هالموج بقبالي. زينب انقطع صوت الحسين تريد تعرف أخباره. صعدت إلى التل وتقربت لي وتقربت سمعت يا وين وتقربت. تريد عناية من الزهراء الليلة والله الزهراء تطي جوائزها تطي. تعال عبر ابنها الحسين عليه السلام اليوم القيامة فاطمة لمن تجي تقول إلهي أريد أن أعرف ماذا صنعوا بولدي الحسين فيأتي النداء يا فاطمة انظري إلى قلب المحشر فتنظر إذا بالحسين واقف بلا راس.
راسه وتقربت لي وتقربت لي سمعت يا وين وتقربت لي أثار الولم توسديد وثار الولم توسديد فاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات إلهنا وسيدنا ومولانا يا حميد بحق محمد يا فاطر بحق فاطمة يا عالي بحق علي يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالأئمة من ذرية الحسين إلهنا عجل لوليك الفرج هذا قسم لو تعلمون عظيم هذا القسم هو الذي أقسم آدم على الله حتى غفر الله له إلهنا بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد ارزقنا شفاعة محمد وآل محمد يا الله إلهنا وسيدنا أرض إمام زماننا عنا إلهنا ارزقنا وذريتنا إلى يوم القيامة محبته ومحبة آبائه وارزقنا شفاعته وشفاعة آبائه يا الله إلهنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا انزل علينا بركاتك يا الله ورحماتك. نعم نقرأ هاي الآية 5 مرات لتعجيل فرج الحجة ثم قضاء الحوائج وغفران الذنوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهنا أجب المضطر من آل محمد يا الله إلهنا أبلغه سلامنا واردد علينا منه السلام يا الله إلهي بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا ارزقنا شفاعتهم ومجاورتهم في الآخرة وزيارتهم في الدنيا يا الله وإلى أرواح موت الحاضرين موت المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء الشهداء خدمة أبي عبد الله خدمة فاطمة الزهراء من لم يذكرهم ذاكر من المؤمنين والمؤمنات وعلى روح الفقيد السعيد الحاج أبو عبد الله فايق الكاظمي إلى أرواحهم نهدي لهم ثواب مجلسنا هذا مع الفاتحة قبلها صلوات.